ما تنامش كويس آه. وتفضل مطبق لحد معاد الامتحان وتدخل الامتحان وانت مش نايم. النوم ده بيعمل ريفريش للعقل ومش بيدي عدم نومك مش بيدي مساحة للعقل او للمخ فان هو ينقل المعلومات اللي ذاكرتها من ذاكرة اسمها ذاكرة المدى القصير لذاكرة تانية اسمها ذاكرة المدى الطويل اللي بتظهر فين؟ في الامتحان اللي بتخليك تفتكر الإجابة بالضبط جدا. عدم النوم هو اللي بيخليني عارف شكل الإجابة في الكتاب بس مش عارف ايه. انا لسه كنت فتحها الصبح لسه كنت شايفها بس شايفها على الشمال تحت مش عارف ايه. ايوه بس هي كانت ايه. ايوه اه فين بقى هي. انا عمال اجيب أيوة. مش عارف اجيب خالص. فانا قطعت وظيفه المخ او منعت وظيفه المخ في ان هو ينقل المعلومات من ذاكره المدى القصير لذاكره المدى الطويل بقله النوم. بقله النوم دي واحد. الحاجه الثانيه برضو اللي بتخلي يحصل فيه توتر ويقطع السيكونس او التسلسل بتاع نقل الذاكرة نقل المعلومات من الذاكرة إلى الذاكرة. شرب الكافيين كتير. عمال أشرب كافيين قهوة في قهوة في قهوة في قهوة في قهوة. بس بيخليني أركز. العقل بيجهد. العقل بيجهد. بالنسبة لشرب الكافيين ممكن أجي بس ليل يعني حتى لو بشرب وخلاص مش قادر أبطل. أجي ليلة الامتحان بعد الساعة 4 ولا حاجة أروح قاطم مفيش كافيين بقى تاني بقى. العقل بقى يقعد يعيط لي اقول له لا النهارده خلاص كده عشان ينام بدري. بالظبط كده. تمام. واحده تانية من ضمن الحاجات اللي ممكن الناس تنزعج وانا بقولها وخاصه الاب والام المراجعه بتاعت ليله الامتحان. ليله الامتحان انا قاعد انا كطالب عمال اعيد وازيد وعمال احل في امتحانات. الله امال ليله الامتحان هعمل ايه؟ الحقيقه انت ده لازم برضو تدي للعقل او للمخ مساحه يرتب فايلاته يرتب ملفاته. لكن لو انت دخلت معلومات جديده على معلومات قديمه بتؤدي الى نسيان. طب امال اعمل ايه ليله الامتحان ده؟ في ناس بتراجع لغايه قدام باب اللجنه. لو انا اقدر ان انا اسبوع بذاكر ماده واخر يوم بذاكر مادة وبرجعها كويس وبحل امتحاناتها وآخر يوم بدي نفسي بقى هدنة. طبعا المسألة دي مش كتير حد هيعرف يعملها. يعني مش كتير حد يتفهمها. اعصابه ما تجيبهوش يعني كده. بس الحقيقة انه المراجعة يعني خليني اقولك على حاجة. في ليلة الامتحان ده بيحصل كالآتي. بقعد اعيد وازيد ففي معلومات قديمة بتخش على معلومات جديدة ومعلومات جديدة بيحصل عملية خلط. كل ده بيؤدي ان العقل نفسه بيحصل له عمليه تشويش. طب حضرتك عارف لو حد من زمايلي يؤدي للنسيان. لو حد من زمايلي بيكلمني وقال لي ده السؤال الفلاني ده انا لقيت كذا يا نهار ابيض دي ما عدتش عليا دي كانت فين دي كانت صفحه ده انا ما ذاكرتهاش وارجع اروح جايب الكتاب ادور على فلان قاله لي بلاقي بحس نفسي ان انا واقع مني حاجات ما خدتش بالي منها. المفاجاه بقى يا استاذه هبه ايه؟ انه في وقت الامتحان لو انا عملت اللي انا بتكلم حضرتك فيه ده وقت الامتحان الحقيقه انه العقل بيفرز مواد كتير جدا وبيكون في كامل طاقته فيبقى يسترجع كل المعلومات اللي ذاكرها من غير اي مجهود. خلاص انا العقل بشكل اوتوماتيك مهيئ نفسي ان انا داخل الامتحان فيبدا العقل كله يسترجع بقى كل المعلومات اللي تم مذاكرتها وتم مراجعتها لو انا عملت السيكونس اللي بتكلم فيه مع حضرتك ده. لكن الضغط المستمر وعدم التنظيم وعدم التخطيط وانا مش عارف بذاكر ازاي وليله الامتحان بوتر نفسي وبوتر بابا وماما وبابا وماما كمان بيوتروني اكتر واكتر بضغطهم عليا وانا مش عارف وابص الاقي ترابيزه عليها الملخص اللي مش عارف الايه والملزمه اللي ايه واللي كل ده صدقني بيدخل في بعضه صدقني كله هيبقى هيخش في بعضه والنتيجه هتؤدي الى نسيان وتفقد معلومات كتيره جدا لان العقل ليه تركيبه ليه ميكانيزم ليه طريقه بيشتغل بيها.